أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن استكمال نقل مركز تسجيل المواليد والوفيات إلى مقرها الجديد بفرع الهيئة الرئيسي بمدينة عيسى، لتبدأ في مباشرة خدماتها للجمهور اعتباراً من الأول من سبتمبر 2019. وجددت الهيئة تذكيرها بالحالات التي تستدعي الحضور الشخصي لإصدار الشهادة، سواء للمواليد أو لأقارب ذوي المتوفين، حيث يتوجب الحضور للتقدم في حال طلب استخراج شهادة ميلاد للمواليد قبل عام 1994، وطلب طباعة شهادة لحالات الولادة للمواطنين خارج البلاد، وطلب إصدار شهادة الوفاة أو الولادة بأمر أو حكم قضائي من قبل المحاكم البحرينية، وطلب طباعة شهادة الوفاة للمتوفين من مواطنين أو مقيمين داخل وخارج البحرين.